ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعه بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتوا مين بقى؟ انا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الانسه نيلي. الانسه نيلي؟ نيلي 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 فوازير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انت مش فاهمه، كارثه. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص، وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفه اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتي لي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو، عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني، مش ازمه. أوكي. اي حاجه اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفه كده نيلي. تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد. اوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقه دي، دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله، فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه، اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الاسئله. لا. ولو عايز تسالني على تاتوز او بيرسينجز اتس نون اوف يور بزنس. بالظبط. الحاجات الشخصيه دي ما بنتكلمش فيها على الهواء اطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي، اتفضلي اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. عن اذنك. الاسئله هنا. انت رايحه فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، انا بقعد الناحيه دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ انت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني، كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضلي اتفضلي. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده، وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده، بقول لك عمي عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه، انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما. الو، وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني، ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت يعني. هم جماعه عايزين يصوروا اعلان، وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش جدع يا بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني، قول لهم عصام الحبيب مش قادر.
تاني يا رب تموت تاني يا رب تموت تاني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام. الله يخرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو، هو ده هايل يا عصام. ما كمل اول يا اخي. منك لله منك لله، البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي، تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا. ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهاردة بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميلة دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزة بقى أنا أفكر بطريقة different. اختلاف. إيه بقى الاختلاف اللي أنت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان أنا عارفة حركات المذيعين دي. إطلاقا أنا بساعدك، يعني بسألك أسئلة كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري المشاهد العربي المشاهد الدولي يعرف مبادرة نيلي مكاوي. أوكي، فأنا كنت عايزة أكون كرييتيف وما عادش بقى أجيب لهم بطاطين وجو ده. بلا رخصة يا شيخ، بطاطين إيه؟ ففكرت إن أنا أعمل لهم محاضرة. مبادرة؟ أوكي، أعمل لهم مبادرة. وسميتها الفقير وأنا. الفقير وإنتي، هتعملي إيه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافية؟ سيبك من قصة المزايدة اللي ملهاش علاقة باللي إحنا بنقوله على الإطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي أنا كنت محضرة فيديو كليب، المفروض الناس الإعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. أيوة فيديو كليب. أنتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعة؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس. المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي
على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفق كده الدنيا حنفق كده ما تيجي في يوم صفي. ليه القاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فضل انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي بقول لكم ايه؟ نيلي نموذج من ضمن نماذج موجوده عندنا، ما بتعبرش عن طبقه ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجوده في حياتنا في ايام سودة، ايام غبره الحقيقه. سعيده ايام غبره؟ هو انت بتتريق؟ واضح ان انت ما فهمتش الفيديو كليب. انا ما فهمتش. انت ما فهمتش، بس انا متاكده ان التارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايزه اقول ايه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده، رقص ضحك هزار يعني. انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا ولو لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه بيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط، وفي نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعت المغني. بالظبط، جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط، وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟
في نوع اسمه تاي مساج ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا. فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوه دلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة. تقعد على بعضها ازاي؟ بالزبط. ما لازم نبقى منطقيين. بالزبط دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة؟ لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه. ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون. منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قوليلي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. طيب معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد أن أنت مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة طبعا، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 انت اوفر قوي، احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمة ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال. على اي حال معنا تليفون تاني. عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. يعني I'm sorry I have to leave. لو سمحتي نيلي مفيش حد هيمشي، انا هستأذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشفا. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي مش هار. لو كلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرالي حاجه بجد يا صباح. بجد اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحه؟ لا من القشطه. مالك يا سي عبد الله؟ انا لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده. ازيك يا حاجة؟ ايوه يا استاذ يوسف انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي.
خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبولنا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبولنا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مره. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان. انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي قلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروا فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارص لك راس ولا ورق الخس. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي، وانا اكلم لك البوليس تيجي ياخدك انت والخس اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. اخاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني، جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء؟ دواء؟
سعاد ازاي ما تفكرينيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت اناخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ست يا قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتف تفاف عادي كده تفو. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا، ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الظاهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي، سرقت منك. وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت، وصلوا بطولك كده، وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اه اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى اعدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح.
صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريا. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيات امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله يا رب. الحمد لله يا رب. يا رب الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس لمي تشاي بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب.
هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ اي يا فندم؟ محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيعرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا أستاذ فلايت إزيك يا أستاذ فلايت؟ لا أستاذ بيئة. هلو مستر فلايت. لا أوفر دي كمان أوفر. إزيك يا مستر فلايت؟ حلوة دي راسية كده. إزيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش انا ما اقصدش انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. فانا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وانت كمان شريهان، لو عاوزه تتعلمي اصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس انا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطري. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفه مستر منير ده هيبقى ايه؟ اكبر خلفيه اقتصاديه انا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا انا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونيه. تاني هو في مفاجاه تاني؟ هما اتنين؟ امال انا ملك الخلفيات. اسيبكم وانا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. طب يا انسه شريهان انا عايزك تركزي معايا كويس قوي. انا احب الجديه والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوة. ايه ده ايه ده؟ ايه الخناقة دي؟ ملناش دعوة بقى يا سوا. عايزين نشوف فين سيف ده. متسألي كده؟ لو سمحت. هاي. هاي. لو سمحت هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقة هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقة؟ انت بعد الشر حضرتك سوق. اذا انت زي القمر ده. بس مش عارف في فخدة هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعة. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيرة دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربية؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربية. انا مالي حضرتك؟ هو اللي سايق. معلش غلطت والبني ادم خطاء. انزل كلمه حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي حكايه كفته دي. اه حلوه الكفته. اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام. انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور. بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال انا؟ ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده. لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. اه لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما.
امي ادعي لي يا امي. وادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لانه محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيردن تلمي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معايا في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كاني بموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي ما لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش عرفني؟ وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع، انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا. انت قوي، انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركنوا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اهدى، ما انت اللي غبي، صينيه في الشارع مقفول يا غبي. ما انا ما كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان. ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ دي ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. ايه؟ افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خليه في النص، خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو.
ليه يا بنتي دون جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دون جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين، رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. أنسة نيلي، أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة. أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على الإنستجرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش أنا آسف، ممكن بس أطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش باتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف بس. هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكة عليها فرالة ومتعضعضة من الجنب. متعض انا ما اتعضعضش الاستيكة عشان اعرف اهميتها، ما اتعضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة دلوقتي. انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفة ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعة الثالثة ليا. للدرجة دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها، اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني. فضلي. ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني؟ انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك. لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه. وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه جميله. ومعاك رقمي، كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي. عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت، لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامت حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص
خلاص ما تزعلش مش هزعقلك تاني. اديني ولا اديني اديني ولا سيف سيف ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ خرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستني لهم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهواء، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير خلاص، هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل التكييف عمال ينقط. فندم انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو you
استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله على كل شيء. يا رب صبرني. أنسة شريهان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبة خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. إيه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، إيه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اخسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبالك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبالي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيبلك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا معرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليكي يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا عارف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحق يا مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينك عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقولي لنا هاني من الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان، يعني تجيبي البنت لقمه وما تجيبليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك. مش هتاخر يا خالتي قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا حبيبتي، عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، تخرب بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص.
شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهو سريعة سرعة، اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال، مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم، حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى، اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندي أنا؟ يا عم المشكلة عندنا، عندنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي يعني؟ هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبه لي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى، متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه يا قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تقلقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ ف
photos private. Yasmina. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها. دور جنب الكرسي التاني. دور بين الكرسيين، في الكنبة اللي ورا، في شنطة العربية. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.